أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح. اليوم رح نستكمل حديثنا مع القس رضا عدلي، ورح نتكلم عن الشهادة العلمية للكتاب المقدس. وأنا عاوز أقول في البداية أنا بشكر كل الأحباء اللي تواصلوا معنا على المشاعر الدافئة والكلام الجميل وفعلا الدعم المعنوي. احنا عملنا استفتاء، هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ تلتين من اللي بتابعونا من الجماهير، تلتين قالوا نعم إنه كلمة الله، والأغلبية الساحقة طبعا مسيحيين. التلت الآخر قالوا لا، ليست كلمة الله طبعا غير المسيحيين. وإحنا بنحترم كل آراء، ولكن كما سمعنا الأسبوع اللي مضى إنه إثبات والدليل على صحة وعلى عصمة الكتاب المقدس لا يوجد لها أي مثيل. وبعدين بصراحة في رسائل عديدة وصلتنا، تشجيعات كتيرة دافئة، ولو أردت أن أقرأها لأنه مكتوبة حتى في الكلام الصغير، لكن الكل عم بأكد، وأنا بشكر الله من أجل جمهورنا، عم بأكد أنه الكتاب المقدس هو كلمة الله، سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق اليوتيوب أو التواصلات، يعني والكل أجمع أنه كلام الله المعلن بالروح القدس. كتابنا المقدس هو وحي إلهي وكتاب من الله، والدليل على ذلك هو الكتاب المقدس نفسه. طبعا كلمات كتير حلوة، كل الكتاب هو موحى به من الله، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الكتاب المقدس يقول عن نفسه أنه علام الغيوب ووصايا الله وكلمته ووعوده المكتوبة بإيحاء روحه، يعني بتشوف دعم مستمر من خلال الكتاب. هو المعصوم عن الغلط ومنزها عن النقد البشري. إن كان الله معصوما من الخطأ فكذلك تكون كلمته، وتقوم عقيدة عصمة كلمة الله على إدراكنا لكمال شخصية الله. كلام الله أو ناموس الرب كامل يرد النفس، لأن الله نفسه كامل. الكتاب المقدس هو كلمة الله القدير والصادق، سيحفظ كلمته من أي تحريف أو زغل أو ضياع. فالإدعاء بتحريف الكتاب المقدس هو تشكيك بقدرة الله على حفظ كلمته، وهو تشكيك بمصداقية الله المنزه عن الكتب. الله حافظه. طبعا في كتير هؤلاء النقاد، يعني شخص آخر يهاجمون الكتاب المقدس، هم يناطحون الصخر. مرة تانية بأكدوا على الكلمة اليونانية. بشكر الله من أجل جمهورنا الظاهر أنه واعي وناضج روحيا، بيتكلموا عن المعنى الأصلي في اللغة اليونانية هو نسمة من الله نفخها في قلوب الكتاب القديسون بأنفاس الله. برافو عليك، هي هاي الكلمة صح، تأثير روح الله الفائق للطبيعة على الفكر البشري. وبعدين في المديح والإطراء وكل الكلمات الحلوة. أنا بشكركم، وعلى ما يبدو أن شخصية القس رضا عدلي محبوبة من كتير من الناس، دائما بيذكروه بالاسم. طبعا صعب أنه أفوت في كل التفاصيل، يعني سند ووسط كل المشقات ومعين ضد الهجمات والمخادعين والاضطهادات كله، يعني بيكلم. الكتاب المقدس نسيج واحد يشير إلى المسيح، مكتوب بكتاب بثقافات مختلفة لكن الروح واحد. إضافة رائعة اللي هو طبعا بيتكلم عن كمان القس رضا، الذي يدعي بتحريف الكتاب المقدس يطعن في صحة كتابه المتناقض. الحديث مع القس رضا عدلي قمة في المتعة، بوافقك طبعا.
وأتمنى المزيد من الحلقات. حبوا الاقتباس، دع الأسد يدافع عن نفسه، إن سكت هؤلاء الحجارة تنطق، وهكذا وهكذا. يعني كمان بحب أحذر، يعني في بعض الناس اللي يمكن إحنا إذا في ناس بتهاجمنا أو بتتكلم بكلمات وقحة أو ضد الكتاب، إحنا مش مفروض نرد بنفس البضاعة أو بنفس الكيفية. أحبائنا مشاهدينا، فيك تتكلم، لك الحق الدافع وتتكلم وكل أشياء، بس خلي كلامك بالمعقول بدون أي إهانة. إحنا بنرفض أي إهانة لأي شخص. بكمل يعني كل تقريبا بنفس السرد، تقريبا نفس الكلام، كأنه كل الناس متفقة على نفس الموضوع والحفظ إلى آخره. ناس بتسأل وإنت الحلقة الثانية مع القصة رضا عدلي، اليوم رح يكون، بتمنى أنك بتشاهدي هذه الحلقة، وطبعا مديح إلى آخره. الرب يبارككم أحبائي، نشكر الرب من أجلكم. خلينا نعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أحبائنا، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية، وحديثنا اليوم هو استكمال موضوع الحلقة الماضية، لماذا يهاجمون الكتاب المقدس. ونحن نستمر في هذه الحلقة نتكلم عن الأدلة، أدلة كثيرة، واليوم مثل ما ذكرت في بداية الحلقة الشهادة العلمية للكتاب المقدس. يسرنا أن أستضيف طبعا مرة أخرى أخ عزيز صديق حميم، من سنين طويلة خدمنا مع بعض مؤتمرات في الكنيسة عنده، شخص يعتبر بايونير بكل معنى الكلمة. نسيت أتكلم يا أسيس رضا، في ناس اللي كانوا بيشاهدوك من أيام الراديو مونتو كارلو يسمعوا صوتك الجميل. الأسيس رضا غني عن التعريف، بتشوفوه على القنوات الفضائية، أيضا مؤلف عدة كتب، وبشكر الله من أجل خدمته مش بس في مصر، في الدول العربية، ولكن في كل أنحاء العالم. يعني ما في مكان إلا بتشهد عن خدمة القس رضا عدلي. أهلا وسهلا قسيسنا المحبوب القس رضا، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا حضرة القسيس نزار، وأنا شرفني أني أخدم المسيح مش بس جنبك لكن خلفك. حضرتك رجل الله، وأنا بصلي من كل القلب أن الرب يبارك light for all nations، نور لجميع الأمم، لكي تصل رسالة المسيح إلى العالم أجمع، نتمم الإرسالية العظمى اللي الرب شرفنا وكلفنا بيها، أن يذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. أشكرك للتقديم، وأشكر الإخوة الأحباء الأعزاء المشاهدات والمشاهدين اللي أرسلوا تقدير أو شكر أو سؤال أو نقد. أنا أرحب بكل شيء، وأكيد كل ما كتبتم سيكون موضوع العناية والرعاية والاهتمام والرد إن أتيحت الفرصة لذلك. شكرا للتقديم. أسيس رضا، سؤال جانبي، كم سنة خدمت في راديو مونتو كارلو؟ أنا طبعا الناس ما كانوش بيشوفوني في راديو مونتو كارلو، دي ميزة الحقيقة يا حضرة أسيس، يعني تقعد بقى براحتك وتتكلم براحتك، وكويس الناس ما يشوفونيش، كانوا بيطلبوا صورتي، وأنا طبعا كنت ممتنع لأسباب حضرتك عارفها، فأنا يمكن بالكاد اتسمع لكن اتشاف لا. لكن دلوقتي بقت فضيحة تملى أكبر صفيحة، الناس بقى اكتشفوا أن الصوت اللي كان يعني دافي وحلو وكده ده يمكن ما يتشافش قوي. أنا خدمت 21 سنة في إذاعة حول العالم جناب القسيس.
الناس عم تحاول تتحذر على عمرك. أنا بترك هذا الموضوع لك شخصيا بدون أي تعليق. أسيس رضا، التعليقات اللي كانت على الفيسبوك فعلا شيء مذهل. خليني أتكلم عن الدفء والمحبة، وفعلا أنا حسيت أنه عم بتعامل مع سكالرز، يعني كل الردود عم بردوا بردود حلوة كاملة معبرة، واضح أنه في نضوج روحي، واضح أنه خدمة الميديا إلها تأثير. طبعا في ردود فعل كتير، وإحنا تكلمنا عن ليه أو لماذا يهاجمون الكتاب المقدس، وحضرتك فعلا أعطيت معلومات قيمة. بس أنت عارف الواحد العمر بكبر، فلو طلبت منك في 3 دقائق أنه تحطنا في الصورة اللي تكلمت عنها في الحلقة اللي مضت، عشان في أسئلة كتير لهذه الحلقة. تفضل أسيس رضا. الحقيقة يا أسيس نزار وحضرات المشاهدات والمشاهدين، أنك لما بتهاجم الكتاب المقدس أنت تهاجم الثابت، وبالتالي أصبح كل شيء نسبي ومتغير. لذلك نحن نؤمن أن الكتاب المقدس هو كلمة الله المعصومة، هو الأساس الثابت. إذا كنت تؤمن أن الله معصوم، فينبغي أن تؤمن أن كلمته معصومة. السبب بسيط، لأننا عرفنا عصمة الله من خلال هذه الكلمة. فإيمانك بالله المعصوم يجعلك تؤمن بكلمته المعصومة التي عرفت من خلالها هذا الإله المعصوم القادر أن يحفظ كلمته. والحقيقة أنا مش حابب أعيد اللي ذكرته، فالكتاب المقدس لا يحتوي على كلمة الله، لكنه هو كلمة الله بالفعل. الكتاب المقدس ليس مجرد كلمات، حتى إن كانت كلمات شعر أو كلمات أدب أو كلمات عظيمة أو بديعة أو رائعة. ويوجد في الكتاب المقدس أروع أنواع الشعر العبري بالفعل، لكن الكتاب المقدس قوته في الله نفسه، في قائل هذا الكتاب، لأنه حيث كلمة الملك هناك سلطان. وحب أقول شيء بسيط خالص، إنه الكلمة اليونانية اللي أشار إليها بعض المشاهدات والمشاهدات، ثيوبنيوستس، نعم مظبوط، تعني متنفس. متنفس أنا حابب كده، لو إحنا عملنا تجربة بسيطة، هي مش ظريفة قوي يعني، لكن ممكن نتجاوزها. لو أي واحد فينا حط إيده قدام بقه قدام فمه وتكلم، هيحس جاية في إيده المتنفس. هذا المتنفس، هذا النفس اللي طالع، بيؤكد وجود كلام. إذن لا يمكن أن تفصل بين الكلام وبين ما يصل إلى يدك من متنفس أتى نتيجة هذا الكلام. فالكتاب المقدس زي ما بيقول الكتاب، كل الكتاب هو موحى به، متنفس الله. لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أنا أؤمن بسيادة الله. إن كنت تؤمن بإله كلي القدرة، فأنا أؤمن أن هذا الإله كلي القدرة شكل حياة الكتاب الذين كتبوا الكتاب المقدس. أكثر من 40 كاتب كتبوا على مدى أكثر من 1600 عام في ظروف مختلفة متباينة في 3 قارات ب3 لغات. هذا الإله كلي القدرة هو الذي شكل وصاغ حياة هؤلاء الذين استخدمهم بثقافتهم، بعلمهم، بتجاربهم، بنجاحهم، بفشلهم، بخطأهم، بقداستهم، بسقوطهم في الخطية، بالبيئة المحيطة بها. هذا المتنفس الذي تنفس به الله عصمهم ليكتبوا بالضبط هذا المتنفس الذي يعبر عن كلمة الله. فهذه الكلمة الموحى بها تعبر عن من هو الله بالفعل، وأنا لم أعرف الله إلا من خلال كلمته. كلمته معصومة لأنها تقدم هذا الإله المعصوم. كمان أسيس بعد إذنك، أنت تكلمت في نقطة كتير حلوة، بس أنا عشان عاوز أوصل يعني الحلقة بين الحلقتين، بين الحلقة الماضية والحلقة اللي رح نتكلم عنها، ذكرت عن العصمة والوحي. إيه الفرق؟ ما هو الفرق بين العصمة والوحي ولو بكلمات بسيطة؟ الكلمات البسيطة، الوحي هو ما تكلم به الله من خلال
رسله وأنبيائه ورجاله. العصمة ما تكلم به هؤلاء يعبر بالضبط عن من هو الله الذي لا يغير ما خرج من شفتيه، لا يمكن أن كلامه يتعارض مع شخصيته مع قداسته وعلمه وإلى آخره عن من هو الله. لذلك فالوحي هو الوسيلة التي استخدمها الله، متنفس الله، هي التي قادت هؤلاء الكتاب وعصمتهم واستخدمت واستثمرت تشكيل الله لحياته. إذن الوحي هو الوسيلة والعصمة هي نتاج هذه الوسيلة التي لا يمكن أن تخطئ لتعبر عن شخصية الله، عن فكر الله، عن ما يريده الله من الإنسان. أسيس رضا، وطبعا الأحبة المشاهدين بصراحة تكلم يعني بروعة بجمال القس رضا. الحلقة اللي مالت عن اللي فاتت عن شهادة المسيح للكتب، وأنا بنصح كل شخص عم بيشاهدنا أنك ترجع لهذه الفقرة في الحلقة اللي مضت عن شهادة المسيح للكتب، شيء رائع جميل. ولكن حتى نكسب الوقت في هذه الحلقة بعد إذنك قسيس رضا، احنا حطينا الموضوع الشهادة العلمية للكتاب المقدس، فخليني أسألك، يعني بعد ما انت ذكرت انه شهادة المسيح هي عمدة الشهادة للوحي، السؤال التالي كيف يمكن علميا أن نثبت عصمة الكتاب المقدس؟ تفضل. حضرت أسيس نزار، أنا حابب أن نتفق مع المشاهدات والمشاهدين على الآتي. علينا ونحن نتحدث عن كيف نثبت صحة وعصمة الكتاب المقدس علميا أن نختار الميزان الذي نزن به الكتاب المقدس. لكل شيء لكل كيل مكيال، فمقياس الأثير بكيلو سايكل والمقاومة بالأوم والضوضاء اللي احنا عايشين فيها في هذا العالم بالديسيبل، قوة الكهرباء بالفولت، المسافات الكونية بين الكواكب المختلفة ما تتقاس بالمتر ولا بالكيلو، لكن بتتقاس بتلتمائة ألف كيلو في الثانية، في عشرة مليون كيلو متر المسافات الكونية في السرعة الضوئية، بالسنة الضوئية. إذن علينا أن نختار يا أسيس نزار، علينا أن نختار الميزان. سؤالي الأول ونحن نتحدث كيف نثبت عصمة الكتاب المقدس علميا، خليني أسأل السؤال، هل العقل هو ميزان كلمة الله الذي نزم به كلمة الله لنعرف إن كانت صحيحة وموحى بها ومعصومة أم لا؟ يقول الرسول بطرس في رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 16، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة. الله لا يريدنا أن نغفل عقولا على الإطلاق، لكن إذا كان الإنسان قبل السقوط سمع من فضلك للكلمات في كورنثوس الأولى 1:21، يقول الكتاب لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكراسة. يعني إيه؟ يعني آدم وهو في حالة البراءة يتمتع بقدرات فائقة وعظيمة جدا، إذا كان آدم في حالة البراءة قبل السقوط ترك مصدر المعرفة وهو الله عن طريق الطاعة، المعرفة عن طريق الطاعة، واختار شيء آخر، اختار المعرفة عن طريق التجربة والخطأ، فهل إذا كان آدم في حالة البراءة لم يعرف الله بالحكمة، فهل بعد السقوط يمكن أن نعرف الله بالحكمة البشرية؟ ألم يتأثر الجنس البشري كله بهذا السقوط؟ في آدم يموت الجميع كما يقول الكتاب المقدس. نحن إذا أردنا أن نحكم على الكتاب المقدس، على كلمة الله بالحكمة البشرية، سنحكم عليه من البركة الآسنة من الفساد الذي فيه نعيش. أنا عايز أقول كان أمام آدم مئات الاختيارات الصحيحة وهو قبل السقوط، واختيار واحد خاطئ، لكنه قرر
أن يترك مئات بل آلاف الاختيارات الصحيحة ويختار الاختيار الواحد الخطأ. وسؤالي هو الذي أتحدى به نفسي، أنا لا أتحدى أحد، لكن أتحدى فكرنا وعلمنا، وأقول هل بعد السقوط ونحن أمامنا بلايين الاختيارات الخاطئة واختيار واحد صحيح هو كلمة الله، هو شخص الله نفسه، هل يمكننا بعد السقوط أن نترك عشرات الآلاف والملايين من الاختيارات الخاطئة ونختار بعد سقوطنا وعجزنا هذا الاختيار الواحد الصحيح؟ أنا عايز أقول النهاردة، شوف كوفيد-19، هل العلماء كل علماء الدنيا بما وصلوا من تقدم يقدر واحد فيهم يقول أنا أجزم النهاردة بمصدر كوفيد-19؟ هل هو معملي ولا هو طبيعي؟ كل العلماء تضاربوا في هذا الأمر أمام فيروس صغير لا يرى إلا بأدوات خاصة، لذلك فالعلم يصيب ويخطئ. كل المعجزات فوق العقل يا أسيس نزار. نعم، كل المعجزات فوق العقل كمان. هل يمكن أن نزنها بالعقل؟ العقل نسبي. يعني عاوز أقول، آسف قسيس، عاوز أقول أنه العقل هذا محدود، شوية اضطراب، منحاول نفهم الإله الغير محدود ولا متناهي، الإله الخارج، أو يعني إحنا محدودين في الزمن، فالرب هو فوق الزمن. يعني بتذكر الآية التي تقول يعني لكل كمال رأيت حدا، أما كلمتك فواسعة جدا. إزاي تحددها في أمور محدودة بالعقل البشري أو حتى المنطقي؟ بالضبط يا أسيس نزار، وده اللي خليني أتنقل لإجابة السؤال بتاع حضرتك. تفضل. اللي طلبت مني أن أتكلم فيه واللي هنتناقش فيه بقية كل الحلقة، لا الحلقة حسب ما يسمح الوقت. كيف نثبت عصمة وصحة أبسط بكتير جدا من عصمة الكتاب المقدس علميا؟ أنا بقول أمامنا حاجتين. الحاجة الأولانية هي العلم التجريبي، العلم التجريبي، والحاجة الثانية هي العلم القانوني أو التاريخي. دول الأسلوبين الوحيدين اللي ممكن نثبت بيهم علميا شيء. العلم التجريبي يعني فرض، مشاهدة، تجربة، تكرار التجربة عشرات ومئات المرات تحت نفس الظروف تعطيني نفس النتائج، وبالتالي بصل إلى نتائج محددة. ما عنديش أدنى مشكلة في العلم التجريبي على الإطلاق خالص. الحديد لا يطفو على الماء. هنحط الفرض ده، هنحط الحديد في أي حد، في أي شوية مية، لا يمكن أن يطفو، الحديد يغوص في الماء. ده شيء. لو قلت إنه الفيل يطفو على الماء، اعمل التجربة دي في تنزانيا، في هونولولو، في الكاميرون، في القاهرة، في مدغشقر، في سان دييغو، في نيويورك، هتحصل على نفس النتيجة طالما أنها تحت نفس الظروف. العلم التجريبي. لا يمكن إذن أن نضع الكتاب المقدس في العلم التجريبي. ليه؟ لطبيعة الكتاب المقدس، أنت لا تستطيع أن تضعه في المعمل، أنت لا تستطيع أنك أنت تحطه تحت حواس المعملية لكي تصل إلى نتائج بأي صورة من الصور. ليه؟ لأنه تاريخي، تاريخ المادة بتاعته، الله يعلن، إعلان. لذلك يبقى لنا الشق الثاني، هو البرهان التاريخي أو القانوني. أنا هسألك سؤال كمان شوية أسيس نزار، وعايزك تستعد فيه. السؤال هو كيف تثبت تاريخيا أن Light for All Nations، نور لجميع الأمم، هو أول برنامج تلفزيوني عربي مسيحي على الإطلاق؟ من فضلك كمان شوية عايزك تقدم لي البراهين اللي تثبت بيها إن برنامج نور لجميع الأمم هو أول برنامج تلفزيوني مسيحي في العالم على الإطلاق. أخليك تقدم لي بعض الأدلة، بس أنا دلوقتي عايز أشرح الحكاية. تفضل. البرهان التاريخي، هدي بعض الأمثلة، 10-12 مثل عشان خاطر بس يعني ننشط ذهننا.
كيف تثبت أن السبي الأشوري حدث في عام 722 وأن هناك 10 أسباط سبوا إلى أشور قبل الميلاد؟ ده شيء تاريخي، أنت ما تقدرش تدخله في المعمل على الإطلاق، لكنك محتاج لأسلوب برهان تاريخي قانوني. كيف تبرهن على أن خراب الهيكل حصل في عام 586 قبل الميلاد؟ إزاي؟ كيف تثبت أن 4 يوليا هو يوم الاستقلال في أمريكا؟ هل قام الثورة في مصر عام 52 وقبلها عام 19؟ سؤال للشباب الصاعد الواعد الجميل الحلو اللي بعضهم بيسمعنا، أقول له كيف، ما هو برهانه؟ كيف تثبت أن اللاعب المصري محمد صلاح كان هداف الدوري الإنجليزي في الدوري عام 17 و2018 كيف تثبت هذا؟ يعني هتجيبه تخليه يسجل الأهداف دي من جديد، وتجيب الجمهور وتجيب الملاعب وتجيب الفرق الرياضية وتثبت الأمر ده مرة تانية؟ لا، ستلجأ إلى أسلوب قانوني، إلى أسلوب تاريخي. عندي سؤال، هل نيل أرمسترونج هبط من الفضاء على سطح القمر عام 1969؟ أنت لا تستطيع أنك تجريها في المعمل، لكن هناك إثبات تاريخي قانوني لهذا الأمر. هل تدمير الأسطول الفرنسي في أبيقير تم في أغسطس عام 1798؟ أنت ما تقدرش تجيب الأسطول ده مرة تانية وتعمل معارك عشان تثبت هذا الأمر، أنت تحتاج إلى إثبات تاريخي. هل عبور تشارلز ليندربرج بطائرة فوق المحيط تم في عام 1927؟ هل الحرب العالمية الثانية استمرت 6 سنوات ويوم واحد؟ كيف تبرهن أن جون كينيدي الرئيس الأمريكي اغتيل في 22 نوفمبر عام 63 في دالاس تكساس؟ عايز أسألك سؤال قبل ما أسمع إجابة الأسيس نزار على كيف تثبت أن برنامج نور لجميع الأمم هو أول برنامج عربي تلفزيوني على الإطلاق. أنا عايز أسأل سؤال، كيف تبرهن أن رضا عدلي من مواليد 2 ديسمبر عام 1949؟ كيف تبرهن؟ أكيد أنت محتاج مش أنك تولدني من جديد، لا، أنا أمي راحت السم ولا يمكن للإنسان أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد الميلاد الجسد بأي صورة من الصور، لكن هيبقى فيه مستندات، هيبقى فيه شهادة ميلاد، هيبقى فيه قرايب نشفوني، مدرسين، مدرسة رحتها. كيف تثبت أنه رضا عدلي اتولد في 2 ديسمبر عام 1949؟ أنا عارف أن في بعض الناس بيسألوا عن عمري وقعدوا بقى احسبوا براحتكم، لكن ده خليني أتنقل إلى المقدم الجميل لهذا البرنامج ليكن نور. أسيس نزار، عايز دقيقة أو دقيقتين تقول لي كيف تثبت أن Light for All Nations، نور لجميع الأمم، هو أول برنامج عربي مسيحي تلفزيوني على الإطلاق؟ عندك براهين؟ عندي براهين كثيرة. أنا بتكلم برنامج مسيحي باللغة العربية، مسيحي، لكن كان في التلفزيون طبعا وبرامج قبل نور لجميع الأمم. وبكل بساطة في سنة 82 أجيت لكندا ولأول مرة شفت برنامج مسيحي وتفاجأت، لأنه في بلادنا كان في قنوات، قناة مصر الأولى أو الأردن أو يعني الدول المحيطة، وكانت من الساعة 6 للساعة 12، لكن يكون برنامج مسيحي باللغة العربية كانت غير موجودة. فالرب حط الرؤية في داخلي وفي قلبي، وفعلا ابتديت أنتج برامج من سنة 82. في سنة 84 ابتدى نور لجميع الأمم رسميا، وبذاك الوقت ما كانش أي برنامج آخر باللغة العربية برنامج مسيحي، وبعديها ابتدأت شوي شوي تتطور، لكن بقينا إلى سنة 94 إلى بداية القنوات المسيحية وهكذا. لكن بكل هذه الفترة ما كانش في برامج إلا شوي من هنا ومن هناك، لكن كبداية أنا موجود على قيد الحياة، الشهود موجودون اللي بهذا العمر. طبعاً أنا لسه عمري صغير أسيس يعني، بس أنا ابتديت كمان صغير كتير بالعمر، يعني لما ابتديت في البرامج كنت يدوب 22، لسه فرخ شاب يعني، كنت بعدني. فأكبر دليل أنا موجود على قيد الحياة، وفعلا ما كانش أي شيء يعني. افحص في سنة 82 إذا كان في برامج باللغة العربية، ولو كان في بكون فرحان. أشكرك يا أسيس نزار،
أشكرك للأمر ده، وأنا هساعدك كمان في كيف نثبت أن برنامج نور لجميع الأمم هو أول برنامج تلفزيوني مسيحي عربي على الإطلاق. أنا هساعدك في الموضوع ده كمان لوجه الله كده، يعني مش عايز فضل مش يلا. عايز حاجة ولا محتاج. حلو. البرهان القانوني أو التاريخي يستند على ثلاث أمور. وفكر كده أو أنت بتسمعها استنظار في برنامج نور لجميع الأمم كيف تثبت هذا. محتاج إلى ثلاث حاجات. نمرة واحد، مستندات. نمرة اثنين، شهادة شهود. نمرة ثلاثة، محتاج إلى أدلة مادية. يبقى ثلاث حاجات. البرهان التاريخي يستند في أي حد، البرهان التاريخي والقانوني لو حدثت جريمة هنحتاج إلى ثلاث أمور. نحتاج لمستندات، شهادة شهود، أدلة مادية. تعال نشوف مع بعض ده نطبقه بالنسبة للكتاب المقدس. بالنسبة للكتاب المقدس المستندات، أول حاجة هنشوفها في الدليل العلمي على أن الكتاب المقدس اللي موجود بين إيدينا هو نفس الكتاب المقدس بدون أدنى تغيير، وأنه كلمة الله الحية التي لا يعتريها تبديل ولا تغيير على الإطلاق، هي المستندات. عندنا نوعين من المستندات. عندنا الأوتوغرافي، وهي المخطوطة الأصلية، الأوتوغرافي والبيبيولوجرافي. الأوتوغرافي هي المخطوطة الأصلية. عايز أقول بمنتهى البساطة، لا يوجد دين في الأديان المعروفة عندنا في الشرق الأوسط أو في العالم عنده المخطوطة الأصلية، الديانات المعترف بها. لا يوجد المخطوطة الأصلية. يبقى احنا بنعتمد على البيبيولوجرافي. البيبيولوجرافي هي النسخ التي نسخت من المخطوطة الأصلية. ما فيش دين عنده المخطوطة الأصلية. خلص. دي حاجة منتهية. وأنا بشكر ربنا. ليه؟ لأن المخطوطة الأصلية دي لو طلعت إنها مضروبة اتضربت كل الحكاية. لكن احنا ما عندناش المخطوطة الأصلية. لكن احنا عندنا البيبيولوجرافي. البيبيولوجرافي اللي هو ايه؟ اللي هي النسخ التي نسخت من المخطوطة الأصلية. عشان أوصل لنا للنص الأصلي يعتمد على عدة أمور هقولها مجرد ذكر. عدد النسخ، كل ما يبقى عندي عدد منسوخة من النسخة الأصلية كل ما أبقى متأكد بمطابقتها مع بعضها إن أنا أقدر أوصل للنص الأصلي. نمرة اثنين، الفجوة الزمنية، يعني النسخ اللي مكتوبة دي قد ايه في فارق زمني بينها وبين النسخه الاصليه. طبعا كل ما يبقى الفارق الزمني ابعد يبقى شك، كل ما يبقى الفارق الزمني اقل يبقى اثق اكتر. كمان اقدر اعرف المخطوطه دي مظبوطه ولا لا من المواد المستخدمه، يعني لما تبقى الماده المستخدمه مثلا اوراق البردي، واوراق البردي دي اشوف انها ملحومه بطريقه معينه، اعرف انه في الوقت ده في الزمن ده كان مثلا قدماء المصريين كان العالم كله بيعمل المخطوطات دي بالطريقه دي وبيلزقها دي الماده اللاصقه. كمان اقدر اعرف المخطوطه من نوع الحبر المستخدم، من الزخرفه اللي كان بعض الاحيان بتتحط في النسخه، أو من كتابة الحرف الأول في السفر. كل الحاجات دي بتوريني المخطوطة دي ترجع لأي زمن لأي وقت. فكان النهاردة عدد المخطوطات اللي بتاعت العهد الجديد هنزهد لما نعرف مثلا أنه المخطوطات القديمة كلها، مش عايز أتكلم عنها، كلها بالعشرات بس، أفلاطون وأرسطو وسقراط وسيفوكليس وكل الحاجات دي كلها بالعشرات. أنا عايز أقول الرقم، وعايز أخلي كل مستمع يخلي باله من الرقم ده كويس. ولو طلبتوا الحلقة دي من البرنامج هبعت لكم الأرقام دي بالفعل والإحصائيات دي بالفعل. عدد مخطوطات العهد الجديد 24633 مخطوطة موثقة. أقول الرقم مرة تانية، 24633 مخطوطة موثقة. الإلياذة مش عارف أظن 70 ولا
حاجه زي كده في حدود ال 100 نسخه، وهلما جار كل الكتب القديمه. العهد الجديد عدد النسخ اللي المخطوطات القديمه الموثقه 24633، من ضمنها قالوا بلى 5000 نسخه كامله للعهد الجديد. طيب يا سيس رضا، الفارق الزمني ما بين المخطوطات دي والمخطوطة الأصلية اللي هي ما عندناش، اللي هي الأوتوغرافي. طب أقرب نسخة للبيوغرافي إيه؟ عندنا نسخة يرجع تاريخها ل 130 سنة، جون رايلاند وجدها ووجدت في مصر، وبتحمل إنجيل يوحنا اللي بعض الناس كانوا بيقولوا لا ده اتكتب بقى في وقت تاني، اتكتب في سنة 160، ما اتكتبش في وقت قريب من حياة المسيح. فيرجع تاريخها ل 130، كتابتها يعني ل 130 ووجدت في مصر. خدوا شوية حاجات بسرعة كده، عايز أقول من فضلكم اسمعوا وتأملوا في عدد المخطوطات. أسيس رضا، احنا حطيناها على الشاشة على أساس كمان الناس تشوف المعلومات. ايه الجمال ده؟ ده حاجه جميله جدا يا سيس نزار. وبالتالي عندنا مجموعه تشستر بيتي سنه 200 ميلاديه بتضم كل العهد الجديد تقريبا، وجد نصها اتحط في متحف دبلن والاخر في ميتشيغان. النسخه الفاتيكانيه كل الكتاب المقدس تقريبا سنه 325 ميلاديه. 350 المخطوطه السينائيه، ودي عجب المخطوطه السينائيه دي ليه؟ لان فيها نص العهد القديم وكل العهد الجديد ما عدا خاتمة إنجيل مرقس وبعض الآيات من إنجيل يوحنا، وجدها تيشندورف عام 1884 في سلة للمهملات في دير بجبل سينا في مصر. وعلى فكرة بالمناسبة اشتريتها إنجلترا من الاتحاد السوفيتي ب 100,000 جنيه استرليني في يوم عيد الميلاد عام 1933 سنة 400 ميلادية. النسخة الإسكندرانية كتبت في مصر طبعا، واضح من اسمها كل الكتاب تقريبا باللغة اليونانية وهي موجودة بالمتحف البريطاني. النسخة البيزية عام 450 ميلادية، دي بقى حكاية. ليه بقى؟ لأن فيها البشائر الأربعة وسفر الأعمال باللغتين اليونانية واللاتينية. خدتوا بالكم؟ لما بنتكلم عن المستندات احنا بنتكلم على عجل، حكاية، قصة، رواية، سيمفونية، كانتاتا، كونشيرتو، أوراتوريو، حاجة ما حصلتش، لا نظير، مش بس في عالم الكتب الدينية، لا في عالم الكتب على الإطلاق، أن كتابا قديما بهذا القدم يكون في هذا الزخم من هذه المخطوطات. صحيح أن هناك في بعض التباين في الحروف والكلمات في بعض المخطوطات، لكن هذا لا يغير على الإطلاق شيء من العقيدة. وشيء آخر، يمكننا أن نصل مع هذا العدد الضخم إلى النص الأصلي للكتاب المقدس للعهد الجديد بالذات. وأنا عايز أقول مرة تانية، لا يوجد دين عنده النسخة الأصلية بأي صورة من الصور. فإحنا عندنا أول شيء في المستندات عندنا المخطوطات. إيه رأيك يا سيس نزار؟ يعني أكثر أنت لا على انه لايت فور اول نيشنز بهذا الزخم العظيم؟ طبعا لا كل اللي عندنا خليني اذكرك يا قسيس، لما ابتدينا في البرامج كان الشريط بسموه 2 انش، اوكي، كان لازم تحمل الاثنين مع بعض، لازم تكون رافع اثقال، يعني قبل الديجيتال وقبل اي شيء كان الانالوج، وكان يعني لسه بنستخدم الأنتينا القديمة. لكن عندنا برامج احتفظنا فيها من 84 إلى يومنا هذا، بس طبعا أدلة الكتاب المقدس أعظم بكثير من أي دليل آخر. بس عايز أقول لك حاجة يا سيس نزار، تفضل. وجود البرامج دي مستند، الكتابات اللي اتكتبت، البرامج اللي اتكتبت دي بخط اليد مستند. الإخوة اللي اشتغلوا كل دي مستندات وأدلة هنرجع لها. عايز أضيف حاجة تانية كمان أسيس، مئات 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 الألوف إذا مش ملايين من الناس اللي آمنت بالرب يسوع المسيح خلال أكثر من 37 سنة
من هذه البرامج الأبدية طبعا تشهد، وفي عنا الداتا كمان في السنوات الأخيرة اللي بنحتفظ فيها. أنا فاكر وقت الإذاعة يا أسيس نزار، قبل ما نكمل في الموضوع، كان المستمعين بيبعتوا بوسطة، يبعتوا إذاعة حول العالم، مونتي كارلو موناكو، أو صندوق بريد 52 رمسيس الجديد القاهرة. آلاف الخطابات دي أدلة، مستندات بتقول إنه كان في برامج هنا وكان في شغل هنا، والناس كانت بتكتب لنا وإحنا بنكتب لهم وبنرد عليهم واوا إلى آخره. ده أول حاجة، المستندات. تفضل. عايز أضيف شيء آخر. تفضل أسيس. تذكرت ثلاث أمور، أنا بحاول أشوف الكلام، المستندات والشيء الثاني. الشيء الثاني، لا أنا لسه في الشيء الأولاني، اسمح لي أعمل معروف. لسه ما خلصنا. أنا في المستندات لسه. المستندات من ضمن المستندات القراءات الكنسية. عملت الكنيسة. الكنيسة قسمت كلمة ربنا إلى أجزاء عشان تتقري بانتظام في الكنيسة. قسمت القراءات دي إلى 1997 قراءة. فالكنيسة كانت بتقرأ كل، وهذه الأقسام اللي تقسمت إليها القراءات الكنسية لا تزال الكنيسة القبطية حتى الآن تقرأ هذه الأجزاء المباركة والحية. من ضمن المستندات، أرجو أنك تفتح ودنك يا اللي بتسمعني وباللي تشاهدني كويس، تفتكر إيه أول كتاب ترجم من لغته إلى لغة أخرى؟ الكتاب المقدس. نعم. الترجمة السبعينية اللي تمت عام، اسمع التاريخ من فضلك، عام 250 قبل الميلاد، ترجمة العهد القديم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية اللي كانت منتشرة في ذلك الوقت. اللي كانت منتشرة في ذلك الوقت، وده نشوف النهاردة ده مستند جديد بيقول لنا إن الكتاب المقدس باقي كما هو، لم يتغير على الإطلاق، لأن عندنا ترجمة قديمة عمرها 250 قبل الميلاد. وبالمناسبة إحنا عندنا النهاردة 8000، عندنا نسخ كافية من الترجمة السبعينية. أحط شيء آخر يؤكد لنا علميا أن الكتاب المقدس لم يتغير على الإطلاق، وإن صحيح ما عندناش الأصل، لكن عندنا مش بس النسخ الكتيرة الـ 24633، ولا كمان عندنا ترجمة العهد القديم السبعينية 250 قبل الميلاد، ولا عندنا بس 1997 جزء كتابي، لكن كمان عندنا الترجمات القديمة، وأنا متأكد أنها طلعت على الشاشة. الترجمات القديمة عندنا الترجمة السبعينية، أنا قلت دي، وعندنا الترجمة السريانية اللي هي الأرامية البيشتة، تمت ما بين 150 ل 250. الترجمة القبطية تمت ما بين سنة 200 إلى 300 ميلادية. والترجمة، وكل ترجمة من دول فيها عائلات، يعني فيها عديد من الترجمات، زي القبطية فيها البحرية والوسطى والصعيدية. الترجمة اللاتينية، الترجمة اللاتينية هي اللغة الشعبية اللي كانت منتشرة، بينما اللغة اليونانية كانت لغة المثقفين، تمت سنة 300 إلى 400. عارفين كلمة فولكلور جت منين؟ أقول لكم كلمة فولكلور جت منين. كلمة فولكلور جت لأن في عالم لغويات تقي اسمه جيروم سنة 382 ميلادية نقح الترجمات اللاتينية للكتاب المقدس، وتعرفت الترجمة دي بالفولجاتا، مش بنقول فولكلور، فولجاتا. وجات العربية الفولكس، يمكن معرفش بقى مصدرها ايه، لكن اللي انا عارفه ان الفولجاتا والفولكلور من مصدر واحد. جيروم عمل ترجمة سنة 382. باختصار، الترجمات القديمة عندنا 9000 نسخة من الترجمات حتى القرن الخامس، 9000 نسخة من الترجمات القديمة دي حتى القرن الخامس. قولوا لي بقى كده، هل في حتة في الدنيا عندها مستندات قدر الأمر؟ أسيس رضا، يعني الموضوع يعني أكتر من رائع. كان عندي أسئلة كتيرة محضرها لحضرتك، بس أنا حاسس أنه خلينا نكمل في هذا الموضوع، وربنا يعطينا حلقة أخرى في الأسئلة اللي كنت مجهزها. بس أنت ذكرت طبعا عن الكودكس، عن القراءات، عن الترجمات،
والعدد والكم الهائل، يعني شيء فعلا محير. ماذا عن آباء الكنيسة قسيس رضا؟ أشكرك يا قسيس نزار لآباء الكنيسة. آباء الكنيسة الحقيقة عملوا كم من الاقتباسات من الكلمة المقدسة رائع جدا وعظيم. أنا مش عارف أقول العدد في الأول بتاع الاقتباسات بتاع الآباء عملوا قد إيه عدد الاقتباسات، لا أنا هقوله في الآخر. بس أنا عايز أقول لك حاجة أسيس نزار وكل المشاهدات والمشاهدين، اللي هقوله دلوقتي حتى عام 325 مجمع نقية بالضبط بالضبط. فاللي هقوله ده لحد سنة 325 ما حدش يجي يقول لي إن حصل تحريف للكتاب المقدس بعد كده. إحنا بنتكلم لحد 325. اسمع من فضلك وتابع معايا. أكليماندوس الإسكندري عام 95 تلميذ الرسل اقتبس من متى ومرقس وأعمال وكورنثوس الأولى وبطرس الأولى وعبرانيين وتيتوس. أغناطيوس عام 110 اقتبس من متى ويوحنا وأعمال وكولوسي وأفسس وفيليبي وغلاطيا ويعقوب وتيتوس واحد واثنين وتيموثاوس واحد واثنين وسالب بطرس. سيبك من الحاجات دي، انا جاي في حاجات تانية كمان اهم. اكليماندوس الاسكندري الراجل بتاعنا بتاع اسكندريه، دول اللي بيقول الاسكندرانيه اجدع ناس، انا فرحان بالاسكندرانيه. اكليماندوس الاسكندري عام 212 ميلاديه اقتبس 240 ايه من كل الاصفار ما عدا ثلاث اصفار. ترتليانوس عام 220 أسقف قرطاجنة اقتبس 7000 آية منها 3800 آية من الأناجيل. أوريجانوس 254 ميلادية اقتبس 18000 آية. كبريانوس 258 أسقف قرطاجنة اقتبس 1030 آية من العهد الجديد وحوالي 740 من العهد القديم. يوسابيوس اللي عاصر مجمع نقية اللي بتكلم عليه اقتبس 5170 آية من العهد الجديد. اسمعوا من فضلكم وخلوا بالكم، احنا بنتكلم لحد عام 325، لحد عام 325 عدد هذه الاقتباسات 36280 اقتباس تقريبا تقريبا. بعض الاقتباسات كانت صحيح من الذاكرة، بعض الاقتباسات كانت من ترجمات مختلفة، لكن العدد النهائي لهذه الاقتباسات هو 36280 اقتباس حتى عام 325 حتى مجمع نقية. ده بخلاف إبقى اقتباسات أغسطينوس وأثناسيوس ويوحنا فم الذهب وشيروم وأمبروزيوس. واحد من ضمن العلماء السير دابريل ميل عمل تجربة، تجربة علمية، تجربة أكاديمية، وقال ماذا لو ضاع أو أحرق العهد الجديد في القرن الثالث. قال بعد الدراسة الأكاديمية قال الآتي: لو أحرق العهد الجديد يمكننا أن نسترجع العهد الجديد من اقتباسات الآباء ما عدا 11 آية. واو. لو أحرق كل نسخ العهد الجديد كلها طبعا حاول بعض الأباطرة والقياصرة ان هم يحرقوا الكتاب المقدس وانهم يدمروا ويقتلوا وهو الى اخره، لكن بقي الكتاب المقدس. لو فقدنا في القرن الثالث كل نسخ العهد الجديد نستطيع ان نسترجع الكتاب المقدس العهد الجديد كله ما عدا 11 آية. شيء رائع يا أسيس نزار، شيء رائع، نشكر ربنا لاجله. طبعا أسيس رضا انت بتتكلم لحديت 325 ميلادي في مجمع نقية طبعا، لكن كان في مجامع كنسية كتيرة، ومعظم هذه المجامع مش تكلمت على أساس انه يعني تثبت صحة الكتاب، لأنه الكتاب كما ذكرت كان موجود، ولكن وضع قانونية الأصفار هو للحفاظ على الكتاب بسبب الاضطهاد، بسبب البدع، بسبب الهرطقات اللي حاولوا حتى من داخل الكنيسة أن يهاجموا الكتاب المقدس. فمن أجل هذا المجامع
الكنسية، سواء من 325 للقسطنطينية للخلدقنية، يعني كل هالمجامع كان كل الغرض تثبت مش بس لاهوت المسيح، صحة الكتاب المقدس. شو رأيك؟ على فكرة احنا معانا دقائق معدودة أسيس رضا، تفضل. أسيس نزار، أنا كل اللي حابب أقوله إن هذه المجامع المسكونية ما جابتش مجموعة كتب كده من الشرق والغرب وراحت قالت إيه، طب نختار إيه، إيه رأيكم، مين يختار كذا ومين يختار كذا. ده كلام فارغ، ده كلام غير علمي وغير موجود على الإطلاق، لسبب بسيط، إنه الكنيسة الأولى من سفر الأعمال أصحاح 2 يقول لنا الكتاب كانوا يواظبون على تعليم الرسل. نعم. والرسول بولس لما كان بيكتب رسالة كان بيقول الرسالة دي أنا عايزها تقرأ هنا، وفي رسائل دورية زي رسالة أفسس، وبقول بطرس بيشهد يقول عن الرسائل اللي كتبها بولس اللي فيها أشياء عسرة الفهم اللي يحرفها غير الحكماء والهالكين لهلاك أنفسهم. فكانت الكتب المقدسة متداولة ومعروفة. إيه بقى اللي عملته المجامع المختلفة زي مجمع نيقية 325 والقسطنطينية 381 وخلق ديونية 451؟ مش اخترعت الكتب ولا اختارت الكتب، لا، هي أقرت بالضبط بأن هذه هي الكتب المقدسة فعلا. هي الكتب المقدسة، بيبقى النهاردة صادقت على ما هو موجود. مش اختارت صح. شوية كتب علشان خاطئ وسابت شوية كتب تانية، لكن بسبب الهرطقات وبسبب الهجوم وبسبب التشكك بعض المؤمنين الجايين من خلفيات مختلفة والهجومات اليهودية والفلسفات المنتشرة في ذلك الوقت، الكنيسة حرصت على أن تضع قوائم بالكتاب المقدس بأسفار الكتاب المقدس 66 المعروفة بيننا. وحابب أقول في نص سطر يا أسيس نزار، مجمع خلق الدينية شهد انقسام الكنائس المسيحية، لكن الكنائس المسيحية لم تنقسم على الكتاب المقدس، فالكنائس أقرت بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها بالفعل. أسيس رضا، يمكن بعد أمامنا 4 دقائق، لكن كشخص أجيت من الأراضي المقدسة والاهتمام تبعي هو الأركيولوجي والخلفيات الحضرية، طبعا دائما نسمع عن مخطوطات قمران، وطبعا على فكرة في اكتشافات حديث اللي هي صفائح ذهبية بتعود للقرن الأول، في آيات كتابية عندنا في سجن عم بيعملوا إصلاح في السجن، اكتشفوا آيات على فسيفساء في الأرضية نفسها، يسوع المسيح ابن الله. فإذا كل يوم الاكتشافات عم بتأكد صحة ودليل الكتاب المقدس. إيش عاوز تختملنا في هذا الصدد أسيس رضا؟ معانا 4 دقائق، يعني تفضل. الـ4 دقائق اللي عايز أقولها هي أنت إيه موقفك من الكتاب المقدس؟ أنت إيه موقفك من الكتاب المقدس؟ ده الشيء المهم اللي أنا حابب أنك أنت تقف عنده في هذه الفرصة. أنا عايز أقولك الآتي، ممكن جدا ترفض الكتاب المقدس، ما في ناس كتيرة جدا بترفض النهاردة حتى أنها تاخد اللقاح بتاع كوفيد-19 وبيعملوا مظاهرات. أنا بعض أحيان بأذهل من الأمر. بإمكانك أنك أنت ترفض الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس يعلمنا ما يجب أن يؤمن به الإنسان فيما يختص بالله والواجب الذي يطلبه منا الله. أنا عايز أقولك اقبل الكتاب المقدس كسلطة عليا لكي تخلص به، السلطة الأولى والأخيرة. اقبل الكتاب المقدس بوداعة، بدل أن تضع فحصك تحت الكتاب المقدس تحت فحصك وأنت المحدود، تعال بالتضاع أمام الله، اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص إيمانكم، أن تخلص نفوسكم، في تربة صخرية، في تربة الطريق. لكن النهاردة أنا عايز أقول لك الرب بيقرأ على باب قلبك، والرسول بولس بيقول لست أستحي بكلمة الله، لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص. اسمعني من فضلك في آخر لحظات، كلمة قوة ديناميس اللي جاب منها كلمة دينامو. الكتاب المقدس متحرك، الكتاب المقدس ليس ساكن، الكتاب المقدس هو قوة الله للخلاص.
عشان كده يقول بطرس مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية القادرة أن تخلص نفوسكم. الكتاب المقدس ليس كتابا قديما عف عليه الزمن لكنه كائن حي، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. أسيس رضا مش عارف كيف بدي أشكرك، لكن بشكرك من كل القلب بالنيابة عن كل مشاهدينا، وبحب أسمع تعليقاتكم. إذا في أي أسئلة بتحبوا توجهوها كمان للقسيس رضا، احنا ممكن يعني نعمل كمان حلقة اللي نستكمل هذا الموضوع. لكن في الختام عاوز أتكلم عن شيء. واحد قسيس إيراني من إيران يعني حكى لي عن قوة الكتاب المقدس، وهذا الشخص كان يحاول أن يضحد، يعني عاوز يثبت عدم صحة الكتاب المقدس. ف يعني قرأ أحدهم الكتاب المقدس لكي يضحضه ويثبت عدم صحته، فانظر ماذا اكتشف وماذا استنتج. أولا، هو بيقرأ الكتاب المقدس، ابتدأ يقرأ كل يوم ساعة، فيوما ما قال لزوجته: أولا إذا كان هذا الكتاب صحيح فنحن خاطئون. شيء ثاني، الاستنتاج الثاني، كمل يقرأ في الكتاب ثم واصل القراءة وقال: إذا كان هذا الكتاب صحيح فنحن هالكون. ثم أكثر بالقراءة في الكتاب فقال: يوجد رجاء وخلاص، فطلب الخلاص هو وزوجته. باختصار أحبائي، هذا كان يهاجم الكتاب، وعندما ابتدأ يقرأ، ليه الناس بدهاش تقرأ؟ أكيد عندك يا مشكلة أدبية أخلاقية أو عمى روحي، أو إنه الكتاب المقدس بيكشف لك أو بغيرك، لأنه كل اللي بيقرأوا الكتاب المقدس تغيرت حياتهم. استنتج إنه هو خاطئ، استنتج إنه هو هالك، ولكن عندما أكمل بالقراءة استنتج أن كلمة الله هي كلمة الحق التي تخلص الإنسان. فكر بماذا تفكر. وأنا أضيف كلامي مع القس رضا أنه لا يوجد دليل أي كتاب تحت الشمس عنده الأدلة العلمية والتاريخية والحفرية وكل أنواع الأدلة الداخلية والخارجية وإلى آخره مثل الكتاب المقدس، فيبقى صامدا ثابتا. ولكن خليني أحكي لك بكل بساطة، هذا الكتاب المقدس فيه رسالة الله، محبة الله، رسالة الخلاص، بتكشف لنا عن قلب الله الذي لا يريد أحد أن يهلك بل أن تأتي إلى الخلاص من خلال يسوع المسيح. بتمنى أنك أخذت هذا القرار. ربي يباركك.